بإذن الله القريب العاجل بإذن الله. أنتوا الحين لكم كم 17 يوم؟ أي نعم اليوم 17. 17 يعني أنتوا في معتقل تقريبا معتقل لأنه لا تلفونات معسكر معسكر أو معسكر ما لازم نقول معتقل معسكر معسكر ترفيهي لحد ما يعني تدريبي تدريبي أكيد 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 ترينينج لا تقاطعني لو سمحت أيام سوري حلوة حلوة ترى احنا المذيعين فينا شوية لقافة يعني نقاطع الضيف لكن متى نقاطع الضيف؟ نقاطع الضيف إذا استرسل في الحديث يا سلام لأنك أنت مربوط بوقت خصوصا إذا كان عندك برنامج على الهواء مباشرة أنت عندك 60 دقيقة في العرف التلفزيوني ما في شيء اسمه 60 دقيقة الساعة في العرف التلفزيوني 45 دقيقة إلى 50 إلى 55 ما في برنامج يطلع 60 دقيقة ما فيه يقول لك ساعة لكنه في الواقع يا 55 يا 50 دقيقة هذا من ناحية اثنين المقاطعة أنا معلش بطلع عن النص لا 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 خذ راحتك مقاطعة تلزمك أن والله أنا ألتزم في الوقت بعض الضيوف خصوصا في البرامج الحوارية مع الأسف برا الكاميرا ما شاء الله تبارك الله عليه طليق لكن إذا جلس خلف الكاميرا خلاص تلخبط فأنت كمذيع مضطر أنك تسحب منه الكلام تعطيه راحته اطمنه شوي طيب نرجع إلى المعسكر اللي انتوا فيه هنيالكم بصراحة معسكر متاح فيه كل شيء برنامج من برامج الواقع اللي اعتبروها فترة تدريبية مثل ما قال أخوي الحبيب شاعركم اللطيف الجميل صاحب الابتسامة الحلوة والروح الطيبة وكلكم إن شاء الله روحكم طيبة ومباركة إيش كنت أقول أنا؟ طيب هذا المعسكر يعني في فوائد كثيرة أول شيء لا لامكم على بعض نعم أنتم من كل منطقة واحد نعم ما تعرفون بعض لكن هذا المكان أو هذا المعسكر أو هذا البرنامج الواقعي خلق منكم أسرة واحدة عائلة واحدة كأنكم من أب وأم واحد نعم زين قرب المسافات بينكم وبين بعض صحيح في شوية نواقص من ناحية الوقت الملل شوية لكن أتوقع أنه متوفر لكم بعض الأشياء التسلية جوانب رياضية أنا الحقيقة ما عشان أكون وياكم صادق ما شفت البرنامج إنما لي تجربة سابقة في برنامج زد رصيدك على قناة بداية لأن أنا اشتغلت معاهم فترة من الفترات وكنت أراقبهم من بعيد وش الدور وش النتائج اللي توصلوا لها بعد البرنامج طبعا جوالات ما فيه نعم شلون تتواصلون مع عيالكم مع زوجاتكم مع أبائكم مع أمهاتكم هذه تجربة فعلا بتطلعون منها بالنتيجة فيما بعد الآن خلونا نوصل للنقطة المهمة جدا جدا وهي السوشيال ميديا وشهرة السوشيال ميديا الله يرضى عليكم الله يرحم والديكم طلب أطلبكم أرجوكم قدموا محتوى فيه فائدة لا تأخذكم هذه الأشياء اللي أنتم قاعدين تشوفونها وتستعجلون الشهرة شوفوا أخوكم جاسم عثمان أنا لي 40 سنة في الإعلام تدرون كم عدد المتابعين حقيني في تويتر لم يصل 15,000 15,000 وأنا أفنيت عمري في التلفزيون 40 سنة 23 برنامج تلفزيون مدير كرة في نادي الاتفاق مدير كرة في نادي الهلال ومع ذلك متابعيني 15 هل توقف حماسي؟ لا يمكن والسبب إن أنا قاعد أقدم محتوى مفيد بينما الثانيين ولا أطعن فيهم إن شاء الله عيال الناس وندعي لهم بالهداية وندعي لهم بالبركة ولا اللهم لا حق ولا حسد فيما يتحصلون عليه إذا كان محتواهم جيد على رأسي محتواهم والله في إساءة لأنفسهم وللمجتمع لا والله بتوقف وبقول لو سمحتم أعيدوا حساباتكم أعيدوا حساباتكم لو سمحتم أنتوا في يوم من الأيام أو في الوقت الحاضر من المؤكد كسبتوا جمهور هنيالكم موفقين ومثل ما قلتهم قبل شوي أنا كنت أتابع عدد المتابعين في قناة بداية بس قناة بداية يومها الظاهر الجوالات نفس إلى حد ما إلى حد ما أنتوا طبعاً الآن الوضع شوي اختلف يعني صارت عندكم نسبة المشاهدة كثير كثير
ما أدري كم واحد فيكم له رغبة يكمل مشواره الإعلامي إنه يكون مذيع تلفزيوني في يوم من الأيام. الله العالم. اسألهم كم. من فيكم يبغى يصير مذيع؟ ما شاء الله أغلبكم تقريبا. أين؟ أغلبكم. ترى كونك إنك تكون مذيع حلو. حلو. تخدم المجتمع. خصوصا إذا كان لك برنامج محتواه مفيد. لكن في نفس الوقت بيعطيك شهرة. والشهرة هذه لازم تحافظ عليها قدر الإمكان. تصور واحد مذيع ينصح الناس المشاهدين يقول التدخين مضر بالصحة يخلص البرنامج البكت في جيبه. ترى محسوب عليك. أي تصرف محسوب عليك. مهما كانت شهرتك محسوب عليك. شوفوهم الآن سواء كانوا في التلفزيون أو في السوشيال ميديا حركاتهم محسوبة. لو عطس قالوا عطس فلان، لو تكلم قال غلط. يعني أنت تحت المجهر طول ما أنت مذيع، أنت تحت المجهر. طيب صرت مذيع يعتمد على المحتوى اللي بتقدمه، هل هو محتوى سياسي اقتصادي ثقافي رياضي؟ يجب يكون عندك الثقافة في الموضوع اللي أنت بتتكلم فيه. هذا لا يعني أنك أنت تكون مذيع شامل. بعض المذيعين خذوها بالممارسة. أخوكم أنا ما لي في الإعلام نهائيا، لم أدرس الإعلام، أنا دراستي مختلفة تماما، ولكن رب العالمين رزقني شو يسمونها كاريزما، الكاريزما القبول. القبول القبول يسمونها القبول، منحني الحضور والحمد لله والعفوية والبساطة. وهذه احنا على الشرقية يمكن نتميز، ومع احترام وتقدير لجميع اخواني في المنطقة نتميز شوية بالعفوية. يعني فتلاقينا بسط. وهذا على فكرة معلومة من ايام ابن خلدون على ان ابناء الساحل فيهم ليونة شوية. يعني تقدر، لكن انتبه انتبه، لانه صحيح هو ولد بحر ولد ساحل، لكن لو انقلب عليك البحر يا ويلك يا سواد. يا الله يا الله. في شباب هنا يقولون لهجتكم اهل الساحل مقبوله. زين خلهم يقولوا ليش. اول شيء على فكره المملكه العربيه السعوديه مساحتها شاسعه وفيها تعدد اللهجات، وهذا حلو. تعدد الموروث الشعبي والتراث والثقافه، وهذا ميزه طيبه. يعني لما تيجي تشوف اللهجة الشرقية غير اللهجة الغربية في المنطقة الغربية، غير المنطقة الشمالية، غير، لكن كلهم عيال وأبناء بلد واحد، وطن واحد. هذا أهم شيء، خلنا نكون روحنا وطنية فوق كل اعتبار. الوطن الوطن الوطن، ثم بقية التسلسل في الحقيقة. ما أبغى أطول عليكم، الله يسلمك، عشان ما تقولون والله مسختها يا ولد العثمان. والله صراحة حضورك جميل يعني يا أبو محمد. لا تضايقون من المعسكر اللي أنتم فيه. لا لا, لا. من المؤكد أنكم بتطلعون يوم من الأيام. المسابقات اللي أنتم تسوونها جدا فيها فائدة. القعدة واللمة الحلوة هذه، أدائكم للصلاة، اللعب مع بعض، الوجوه الطيبة اللي يجونكم من وقت لآخر يدردشون معاكم، هذه كلها بتهيئكم لحياة في المستقبل أفضل. لكن أعيد وأكرر، رجاء حاولوا قدر الإمكان الشهرة اللي أنتم بتصلون لها حافظوا عليها قدر الإمكان، حافظوا عليها. الله خلوها خط مستقيم، بتكسبون احترام الجميع. الله يوفقكم. يا سلام. الله يسعدك. الله يسعدك يا أبو محمد. أنا من الدمام. أقول الله يسعدك أبو محمد على تواجدك اليوم وتلبية الدعوة. صراحة في ختام هذه الحلقة يعني نشكر أبو محمد أخونا جاسم العثمان المقدم والمذيع، وما شاء الله صاحب العفوية العالية ما شاء الله، ويمدح أهل الشرقية بعفويتهم ما شاء الله تبارك الله. يمدح كل أبناء المنطقة كلها. احنا نغار شوي. لا لا لا، انا شوف، انا عشت، انا من ابناء الدمام، لكن عشت في الرياض، عشت في جده، واكتسبت من كل منطقه رحت فيها. وحتى في جولاتي في البرامج التلفزيونيه اغلب برامجي كلها جولات، كنت استفيد من كل منطقه ازورها. الحديث في كونك انك تكون مذيع انا ما كملته لانه يحتاج الى محاضره. نعم نعم طبعا، يحتاج الى محاضره. حتى الكنترول يا ابو محمد يقول
استاذ جاسم العثمان ما يحتاج يعني حلقه، يحتاج سلسله من الحلقات حتى نستفيد صراحه من العلم ونستفيد من الخبره الكبيره الجميله. سألت مرة، لكن انا اتشابه معك في نفس الفكره، اني ما درستها ولا اخذتها ممارسه، واستفيد الان في حضورك معنا، استفيد صراحه من تواجدك. لا يعني شوف، اذا كنا نتكلم عن الاعلام او انك شلون تصير مذيع تلفزيوني ويعتمد على المحتوى، مثلا خلينا نقول انك انت محاور. يا سلام. مذيع تلفزيوني محاور. يا سلام. اهم شيء ثقافه، ثاني شيء احترم الضيف اللي قدامك. يا سلام عليك. قدر الامكان. ثالث شيء وهذه نقطه مهمه، لا تجعل من نفسك محقق. انت محاور. يا سلام. المحقق حلل الشرطه. زين. لكن لما تكون خلف الشاشه كمذيع انت محاور. يا سلام. انتبه ترفع صوتك او تبين شطارتك على الضيف على انك انت فاهم كل شيء. لا انا قبل ليلتين سالوني في البرنامج اليوتيوب. اي نعم. مع فهد بن سعيد رجل عقاري. فقلت له ابو فهد ابو فيصل، ترى انا هنا مذيع. يا سلام. انا ما عندي حلول، مش مشاكل العقار ما عندي حل، انا كمذيع ما عندي حل. انا ابحث. نعم. دورك انت تعطيني الحل. يا سلام. لا انا مذيع، لو بكون مذيع وضيف ما في داعي اجيب ضيف، خلاص اسال نفسي واجاوب. صحيح. حتى لو كنا. يا سلام. سوي نفسك انت ما تدري عن شيء. يا سلام. هذه الخبره الجميله. ربي يوفقكم. الله يسعدك يا ابو محمد. تدرون ابو علي، اسمع ابو علي هذا والله العظيم مدرب كره قدم على كيفك وكيفك، زين، ولاعب كره قدم وتخرج من تحت يده طيارين واطباء واساتذه. بيض الله وجهك. والله ما شاء الله. ما شاء الله. طيب يا ابو علي، الكورة اصلا ابو علي، عشان نختم وبعد الهواء ان شاء الله تعطيهم السيفي. يا انا معاكم اسولفكم. الله يسعدكم ويبارك فيكم. وصلنا الى ختام هذه الحلقه، ونقول لكم في امان الله الى لقاء اخر باذن الله مع ضيوف مميزين وفائده ان شاء الله تضيف في هذه الحلقه باذن الله. نستودعكم الله الى لقاء اخر، وقعدوا بالعافيه في امان الله. في امان الله. الله يحييك. مشكور. نعيش الأمل وأكثر، نزرع قصة وتثمر، جنتلها مع جنتل، فرق أسلوبك الراقي يا جنتل هو الباقي، تبلغ كل الأفاقي، جنتلها يا جنتل، أنت صاحب الغالي، عند منزلك عالي، عيش المر والحالي، جنتلها مع جنتل. دمتنا وخوتنا، فزعتنا وطيحتنا، ضحكتنا ودمعتنا، جنتلها مع جنتل. حلمنا يكبر ونعيش الأمل وأكثر، نزرع قصة وتثمر، جنتلها مع جنتل، فرق أسلوبك الراقي يا جنتل هو الباقي، تبلغ كل الأفاقي، جنتلها يا جنتل، أنت صاحب الغالي، عند منزلك عالي، عيش المر حالي، جنتلها مع جنتل، دمتنا وخوتنا، فزعتنا وطيحتنا، ضحكتنا ودمعتنا، جنتلها مع جنتل.
معكم حلمنا يكبر ونعيش الأمل وأكثر نزرع قصة وتثمر جنتلها مع جنتلها فرق اسلوبك الراقي يا جنتل هو الباقي تبلغ كل الأفاقي جنتلها عندك هم وعندك غم عندك حزن عندك شخص تذكره وتحبه وتبي الأجر العظيم خليني أكون معك شفافي أكثر عشان يوصل اللي في خاطري